نصلي إلى سن الحول والزمول، هذه هي انطلاقة موفقة لهذا العمر الكبير وهذا العمر الذي حصد كثيرا وكثيرا من الرموز والإنجازات. فئة كبيرة شاركت في العام الماضي في نفس العمر، وفئة أكبر شاركت في العام الماضي في سن الثنايا، وهذه هي تحلق مع التحدي وتعيد هذه الإنجازات إن شاء الله مرارا وتكرارا. مباشرة إلى المركز الأول، مباشرة مع شاهين، مباشرة مع مشغل، مباشرة مع هملول، مباشرة مع الصدارة. الله يا بن حلوة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة مع المركز الأول. المركز الثاني مهاجر مسلم بن سيف بن سالم الخيلي مع المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، الوصول من شاهين حمد بن سالم بن سليم بن عبد الله العامري الواصل والمنطلق بقوة، بينما الوصول من الشامي علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني الواصل والمنطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول ايضا من الزاوية الاخرى، بخيت بن علي المنصوري من خلال حضور هملول. الله الله الله. بينما على المركز السادس الوصول والتحدي من كفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، وكفو على هذا الاداء وعلى هذه الانطلاقات الرائعة والمميزة. بينما القدوم من الشعار القادمة مصيحان عبد الله او محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي مع المركز الثامن. المركز التاسع الوصول من مزاج، وهذا المزاج الصباحي في الشوط الاول الرئيسي، يا سلام يا مزاج محمد بن عبد الله بن راشد الاكتبي بالقوة والانطلاق، وارى التسلل من الزاوية الاخرى، ارى التسلل من هذه اللحظات. وصل مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي بطلا متحديا مع هذا الشعار الراقي والعملاق. اذا عشرة اسماء منطلقة، اذا عشرة زمول بتهدر هدير التحدي، بتهدر بالانجازات العديدة. اعود الى المقدمة، يا سلام يا سلام يا سلام. انها قوة بدائية، انها انطلاقة، انها لوحة ارتسمت عبر قناة ياس للمراكز الاولى المتقدمة. شكرا 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 على هذا الجديد والمفيد دائما وابدا. شكرا اسامة الهواري، شكرا لكل الاخوة القائمين، اسرة النقل الخارجي من هذا الميدان. مساء وصباحا كل ما هو رائع ومميز. اعود مع المقدمة، اعود مع الصدارة، اعود مع واحد على واحد، اعود مع واحد على واحد. الكادر واحد والرقم واحد والسلالة كذلك واحد، مع القوة والتحدي. انه مشغل، انها سلالة هملولية، انه تحدي واذهارة. محمد بن احمد بن سعيد بن حلوة مع المركز الاول. كما ذكر المعلقين دائما وابدا، عندما تتفنن في مراكز وفي قيادة وفي سيارات، حلوة هي بن حلوة. وانا اكرر نفس الكلام واقول حلوة هي بن حلوة على هذا الاداء وعلى هذا العروض وعلى هذه العروضات الرائعة والمميزة. بينما المركز الثاني فهنالك الشامي اللي يستاهل الشامي والزعفران. الله الله الله. علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني مع المركز الثاني. المركز الثالث مهاجر مسلم بن سيف بن سالم بن شوط الخيالي مع المركز الثالث. والمركز الرابع قادم بكل قوة شاهين حمد بن سالم بن سليم بن عبد الله العامري القادم والمنطلق مع المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس، وصل كفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، شعار كفو وشعار الكثير والكثير من الأسماء المنجزة، من الأسماء الفائزة. وهذه لحظات هملول ووصوله الرائع والمميز. بقيت بن علي المنصوري مع القوة، روح يا أبو علي روح. بينما مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي الواصل والمنطلق المحلق مع التحديات، هنالك الوصول من شاهين سالم بن بخيت
المنصوري وأول إذاعة، انضمام سريع من الأسماء، وصل الفاتن، وصل شعار بن وديمة. يا سلام يا سلام، هذا هو الفاتن محمد بن سهيل بن وديمة العامر. يا مرحبا يا أبو سهيل، وبهذا الشعار الراقي والمميز دائما وأبدا بينما الزاوية الأخرى وما تحمله لنا اسم الهمال شاهين بخلفان بن راشد المزروعي المنطلق والمتحدي. وصل مزاج بهذا المزاج الراقي محمد بن عبد الله بن راشد الاكتبي مع المركز التاسع وعلى المركز العاشر وعلى الانضمام العاشر مع التحديات ومع الإثارة. إنهم صيحان محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. إذن عشرة أسماء، إذن عشرة كبار، إذن عشرة زمول، إذن عشرة شعارات ذعتها وكررتها، وهذا هو التحليق. لا زال مع الكادر واحد، لا زال مشغل، لا زال بالحلوة، لا زال أبو أحمد محلقا مع التحدي، محلقا مع الناموس، ومخرجنا يعطينا المسافة بينه وبين المراكز القادمة. يا سلام يا سلام، شكرا للمخرج والمصورين على هذه اللقطات الرائعة والمميزة، دائما يصغي للمعلقين بكل ملاحظة أول بأول، فشكرا شكرا شكرا. المركز الأول هذا هو مشغل محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي مع المركز الأول. المركز الثاني هنالك الشامي علي بن سلطان بن علي العرياني أبو علي، الله يا سلام، علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني مع الشامي مع المركز الثاني. المركز الثالث هو القدوم، الله الله، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة الأولى، أعود مع القوة الأولى، أعود مع التحدي، أعود مع الفوز، أعود مع الناموس، أعود مع الإثارة. أنا المركز الثالث، شعار بن مرخان مع كفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، والإعادة سريعا إلى المركز الأول. خلاص خلاص، الشوط شوط مشغل، سلالة المختبر. يا سلام، هذا هو المختبر، وهذه هي إنجازه، وهذه هي أفعاله، والرصيد مليء بالسيارات من الأم والأب والفعل. يا سلام، وبهذا البعير المشارك، يا سلام، إنجازات حافلة ويكرر الإنجازات. سجل يا قلم وعيد التاريخ الحافل بالانتصارات. مشغل مشغل، تحية للمختبر، تحية لهملول، تحية لمشغل، تحية لبن حلوة على هذا الفوز والانتصار. لحظات الفوز بدون أي أوامر. سلام يا سويحان، سلام سلام يا المختبر، سلام سلام يا بروك الانتاج، سلام على هذا الفوز والانتصار. إذن مشغل بدون أي أوامر يصل إلى بر الأمان معلنا هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني كفو محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث ايضا الشامي علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، والمركز الرابع الوصول من هملول بخيت بن علي المنصوري، والمركز الخامس الهمال شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، راينا التحدي وراينا مشغل محمد بن احمد بن حلوه، التوقيت الزمني الذي رافق بهذه الرحله الفائزه والمنتصره التي اتت بثمار راقيه وتليق بهذه هذه السلالة العالمية. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، 9:42، 9 أجزاء من الثواني. التهنئة لمالك مشغل محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني كفو وأدى العروض الكافية محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، وتوقيته الزمني مشاهدينا متابعينا الأعزاء 9 دقائق. مشاهدينا الأعزاء، هذه لحظات الوصول، 53.4 أجزاء من الثواني توقيت المركز الثاني، والمركز الثالث كان التحليق جوي قوي مع الشامي علي بن سلطان بن علي العرياني، وتوقيته الزمني الرائع 9:54.8 أجزاء من الثواني. هكذا مشاهدينا الأعزاء التوقيت للمراكز الأولى المتقدمة. شوط قادم وزميل قادم عبد الله الوهيبي يصف